إن شاء الله نقدم كل ما يفيد السودان ويفيد العالم الأفريقي. عندنا أغاني اليمالي، عندنا أغاني من أثيوبيا، عندنا أغاني من أريتريا، عندنا أغاني من السنغال. حاولنا نطوف واستاذنا وعملنا اتصالات مع المغنيين وعملنا اتصالات مع شعراء الأغاني دي، والحمد لله أدونا موافقات إنه نشتغل الشغل ده. إن شاء الله الناس كلها موعودة بتجربة جديدة شكلها مختلف، بتضم أشكال مختلفة من الغناء السوداني، من التراث السوداني، من التراث الأفريقي، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الناس إن شاء الله. دي لقيت الناس كلها يعني متحابة مع بعض، وناس عارفة خطوات وعارفة إنه وعارفين هم عندهم أهداف وعارفين دارين يقدموا شنو للعالم، وإن شاء الله نكون يعني ناس على قدر المستوى إن شاء الله. سودانية الفكرة والتكوين، أفريقية المضمون والمعنى، بتقدم أغنيات سودانية تراثية وكذلك أفريقية وأغنيات عالمية. لقيتو غرب الغار يا في الشمس رتاش، لقيتو غرب الغار يا في الشمس رتاش، لا في الشمس رتاش يا ليلى سيرة مضرب قاس يا ليلى، سيرة في توتيل يا ليلى، وسط الجبال والليل يا ليلى. هي تناولت التراث السوداني يعني بأسلوب جديد، ويمكن تكون يعني بجد فكرة أنا حبيتها يعني، بالرغم إنه اتعاملت مع عدة فرق، لكن بجد أنا لقيت نفسي مع أفرو تراس. كل الدونكي واردة دي، كل الدونكي واردة ليه طرح التفاردة، ليه طرح التفاردة، الخضر التباردة باردة، الخضر التباردة باردة، تكن جدي شاردة، بقارية سمحة دي، بقارية سمحة. بشكر كل الفرقة وجميع التيم العامل اللي شارك معنا في هذه المجموعة دي، وإن شاء الله ناويين نصل للقمة وبإذن الله إلى الأمام، وخلوكم معنا. جبل عجباني الناس هناك اخواني، سمحة جبل عجباني الناس هناك اخواني، يا ريت تجيها زيارة، تجيها زيارة، تجيها زيارة، تلقى الكرم عنواني في جبال النوبة، رح جبال النوبة.